عليكم ساليا. الو اختي صافا بخير؟ لاباس عليك لالا؟ بخير لاباس الحمد لله مدام. على لالا مدام الله يجازيك بخير، لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. تفضلي مدام. انا اللي عطيتك دابا النيميرو. يا راه عرفتك انت، هي سالية اديب. ايه وشتي 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 انا شفت الدوسي ديالك بالرجولة. امين سميسك، امين سميسك ساليا. ايه واش هاد الماركة ما يسميوها هاد السمية؟ زوينة سميسك والله الا عرفتي بمن فكرتيني في هاد السمية، فكرتيني في دليلة. لا لا نجارة العامة. شكرا شكرا شكرا، سأحبك أكيد. قلت لك مدام ساليا فكرتيني في المغنية دليدا، كانت كتعجبني صنت الأغاني، واه فكرتيني فيها في هاد السمية هادي. قولي أختي شحال في العمر ديالك؟ بجوج اخويا مصطفى اجدك، شحال في العمر ديالك؟ عندي خلقة في 1975. يعني شحال في عمرك؟ خصك راه شويه. دابا عندي 47. لا 49 مدام، حنا راه في 2024. 77 قلت لك 1977. انا سمعت 75. 77 47 سنه صافي. اش مدينه مدام ساليه؟ مدينه فاس. مدينة فاس. شوفي راه كلشي سمعك قلتي 45 في الاول، كون سلام من الجرا العامه. مادام انت مادام ولا مطلقه ولا عازبه؟ يعني مطلقه ام لا؟ عازبه. لا لا عازبه. اذا مادموزيل، مادموزيل بيتو واخا. شو ميس مادموزيل؟ ميس مادموزيل. شو مستوى الدراسي ديالك؟ لا 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 فاكولتي جميل. اي وشو خدامه مادام؟ مادموزيل. انا في الدومين دابا غير جالسه في الدار. فياش في الدومين؟ جالسه في الدار، الدومين ديال ربات البيت. وشو كنتي شنو كنتي كديري من قبل؟ ايوا قريت وساليت المهم ربات وبيتي. ما عمرك ما خدمتي كاع ولا خدمتي وجلستي و... لا لا كنت كندير غير زعما هكا بعض المرات مثلا كنكون شي واحد عنده خصو شي اورغانيزاسيون ولا شي حاجه في المنزل ديالو كنكون معاه هكا شي مشكل. لالا ساليا انت ساكنه مع عائلتك؟ اييه. هل تقبلين التعدد؟ ايوا داكشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما فما بالك انايا تحتاج انا عهد. ما فهمتش مازال ما جاوبتينيش. انا جاوبيني غير بي ولا لا تفلسيف ما كنعرف ليش. كنت كاسوله في المدرسه. انا اميه، انا اميه باش نزيدك من الاخر. انا جاوبينيني شنطحيني من عسيديك درت عسيديك بينغ بونغ. يا كتسمعي باللعبه يا بينغ بونغ كتعرفيها ياك؟ ياك راه ما كيعنكش الكره ملي كتكون جايه ليه، راه كيضربها كيرجعها ليه لخليقتو. هادشي بغيتك ديري معايا فهمتيني؟ أيه فهمتك. كتقبلي التعدد يا مدام؟ كتقبل التعدد وكون قلتيها. انا هادشي دابا ملي تفلسفتي انا فهمتك غلط، كنت حلوه ما كتقبليش. انت صدقتي كتقبلي وصدقتي انا مكلخه. واشتي واشتي ما تبقاوش تخدموا الشباب هضروا معايا. اختي 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 صبري، عافاكم الاخوه اللي بغى يعيط على سميه. شكرا شكرا اسامه، شكرا اسامه. اللي بغى يعيط على سميه ويهضر معاها يهضر معاها بالدارجه، عافاكم ما ديروش شي لغه اخرى من غير الدارجه. جيده شكرا حبيبتي. واخا تقبلوا التعدد. تقبلي تعيشي مع عائله الزوج؟ لا لا باغا سكن خاص. و الا كان التعدد بغى يسكنك مع المدام؟ ايوا مع المدام. شو بغى ام اش؟ اها هو بحال الخوت عادي. الله يكثر اسلام. غتشاركوا الراجل وما تشاركوش الدار يا مدام؟ وتعطيني مهلة لالا؟ و بيناس قوم. سكر خالص. اييه قولي ليا سميتو هل انت محجبة؟ معلوم محجبة والحمد لله دايرة عمرة. والحمد لله بصحتك لالا بصحتك. الله يرشنا بحالك. قولي ليا ما عندكيش الله يستر شي مرض كداوي عليه شي اوكي مالادي؟ انا معاك
بالعربيه وبالفرنسي اوكي مالادي سليمه الصحه مسيو اللي كتقلبي عليه ان شاء الله مسيو عبد اللطيف مرحبا بك مسيو اللي كتقلبي عليه ان شاء الله واش بغيتي شحال يكون في العمر ديالو واش بغيتي من مدينه فاس بالضبط لمنين ما كان واخا الحمد لله خلي بنتي ماشي مشكل اي مدينه ماشي مشكل عندك الهضره اي مدينه قول عمر والعمر ما فوق السن ديالي معلوم حتى لفين وحتى لسبعين سنه سبعين سنه بزاف وانتي بزاف باغا تعيشي الحياه وتجري وتجري ويلي نديرو 65 نديرو 65 الله يجعل فيها البركه عطيولي لا زر شفتي لالا واخا لالا شفتي لالا اللي شفتي هو هذاك السيده ولات ولات كضرب لي في الطنيز شويه لالا سليمه انتي من اعفاس واقيله ياك اييه انا انا من اعتزه وانا من اعتزه باش نكونوا واضحين انتي من اعفاس وانا من اعتزه شتي الله يجزيك بخير وانا راه كنت كنلعب كنلعب غميض بيضاء في وادي مليل واش نوضح لك تبارك الله تبارك الله عليك عطيك الله واحد القبول ما شاء الله بارك الله فيك الناس ديال تازه واش صافي منين جايه انايا لالا ساليه دابا الراجل قلتي انت كتقبلي التعدد تقبلي الا كان شي ارمل عنده وليدات وما يقدرش يفرق وليداتو وتعيشي معاهم واش تقبلي ولا لا الا كان مطلق وولادو معاه مثلا تقبلي عليهم ولا لا ايوا وليدات نفكر حبيبه ديالي لان حيتي الا كان ارمل دابا غير باش وزني معايا الا كان ارمل يعني الام توفات الله يرحمها فين غيمشيو وليدات ما عندهم فين يمشيو واش نفكر لي راه يكونوا تحت ظل الوالد ديالهم ولكن نفكر حبيبه ديالي هذا الشيء خصو فهمتيني داكشي مسؤوليه صراحه هذا معاها مسؤوليه يعطيك الصحه خصك تكون واش معايا ليا بعدا خصك بعدا واحد الدراسه عليا بعدا اولا قبل ما ندخل في هذا الموضوع لان شويه لكن الله تعاون قال كاين يعلم الله ويكون بخير ويكون خيرا عرفتي هاد القضيه ديال اليتامى ولا الولاد اذا مطلق الاب والام والولاد عايشين مستقري مع الاب ديما تنصح داك الاب تنقول ليه الله يجزيك بخير الولاد ديالك فاش تعرف على شي وحده عرفهم عليها باش ما تضيعش ليها مسكينه وقتها وتبقى تهضر معاها والسكوبي دو الخاوي وفي الاخر ملي تلاقيها مع ولادك ما يقبلوش بها يقول لك حنا ولا هي فهمتي ما يكونش توافق تولي تقول لي لا حقه ما تحقى وصدق هي مضيع ليها واحد مده فهمتي اللهم من ديبا انت سيمانه جوج سيمانه بان لك البلانك فهمتي دي ولادك يتعرفوا عليها تفاهموا تبارك الله ما تفاهموش الله يسهل على كل واحد ولكن راه كلشي ماشي من الاولى لالا حبيبه ديالي راه ماشي من الاولى الواحد راه عام عاد تيبان الواحد لا والله ماشي داكشي لا اختي ساليه وسمحي لي الله يجزيك بخير دابا كاين الاولاد اللي ما تيقبلوش شي وحده تزاد عليهم من الديبار كاين اللي كيتقبلوا الامر تيقول لك يبا خصو يتزوج ومن بعد كيكونوا مشاكل فاش كتكون الاحتكاك هنا في الاحتكاك كترجع عليها هي واش هي غتعرف يعني تسيطر على الموضوع واش هي مسيطره ولا غتمشي هما السطره فهمتيني ايه اما داك الاول القبول حيت كاين دابا شي اب اللي كيقول لك لا انا ولادي ما قبلوش لي ديك السيده ما نتزوجش بها راه هذه النقطه علاش انا كنهضر ايوا هذا راه رضي عليه الله والوالدين اما معنى بان حتى تسكني معاهم عام هذيك راه كترجع عليك انت ديك راه كيخرجوا من البلان كتبقى المراه والولاد بيناتهم كيفاش كيتعاملوا اسئله الغاليه مرحبا واخا دلاله ساليه دوزي عفاك عندي الواتساب وصيفطي لي معلومات ديالك فيه الله يجزيك بخير صافي الله يسخر الامور